وعندك اعداد ماخذيها من اعداد المذكوره دائره الامور الطبيه بمطالعه مديريه الامور الطبيه العسكريه. عندك ارقام هنا أنا يعني احنا من ضمن الاعداد المقبولين دون اصدار اوامر الوزاريه او الاداريه عددهم 1558 اللي هو يشملون النقطه الثالثه النقطه جيم. وعندك هذا الرقم هنا عندك هنا الرقم دائره الامور الطبيه اللي هم عددهم 235 زين. بعدين اكو هذه المطالعه وجارد مثل ما نقول منين هذا السؤال اي هذا منين هذا الرد اي هذا من سياده الفريق عبد الكريم عبد الحسين وجر السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحه بتاريخ 16/5 ذكر بي مجموعه من الحلول واللي هي لحد الان ما متنفذه العفو من هذا الكتاب اللي هو جماعه صرف الرواتب اللي هم الطلاب واكو اعداد ايقاف موافقات الطلاب المرشحين وعددهم 713 اللي هم ما موضحين منه هذولا يا نقطه يا فقره من المشمولين هل هم احنا اللي جماعه الموافقات هل هم من هو النقطه الرابعه العفو اللي هي صرف رواتب الطلبه الذين يتخرجوا من الكليات ومنحهم رتبه ملازم باثر رجعي بتاريخ مباشره كطلاب على ملاك المديريه اعلاه بعددهم 321 ضابط والعمل بما ورد بكتاب الوزاره اعلاه. واكو نقاط همينه بس على مود الوقت استاذ احكي لي اي عادي عادي انا اريد اعرفهن اي انا اهم شيء اكون ملم بالموضوع ابدي لك اياها من البدايه على مود تكون بالصوره اوضح زين. حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على مقترحات المقدمة من قبل السيد المستشار العسكري رئيس مجلس الوزراء والتوصيات المذكورة بمطالعة مديرية الأمور الطبية العسكرية بشأن موضوع أعلاه بالضمن الآتي. طيب أولا الاستمرار بالعمل استمرار بالعمل حول إيقاف قبول الطلاب الكليات المجموعة الطبية وفق ما وردناه بكتابكم ذو العدد 230,201 19/1 هذا كتاب الإيقاف الأول اللي هم قال لك أوقف الطلاب العسكري قبول الطلاب العفو والطلاب اللي محصلين موافقة قبل 19/1 يمشوهم الكتب الثلاثة اللي أول واحد شرحتها بها اثنين وضع خطة لمدة 5 سنوات من قبل مديرية الأمور الطبية العسكرية لاستيعاب العدد المقبول من الطلبة على نفقة وزارة الدفاع بعد توسع الملاكات في وحدات المديرية أعلاه. طيب صرف رواتب نقطة أي صرف رواتب الطلاب المقبولين الذين لم يستلموا رواتبهم وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم على ملاك المديرية أعلاه والبالغ عددهم 1384 طالب والعمل وفق ما ورد بكتاب وزارة المالية الموازنة ذي العدد 75,555 في 27/12/2022 هذا الكتاب القديم